فهنا قال الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاءت في قراءة وإن كانت ليست سبعية: فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبال العدة، في استقبال العدة. ومنها قال أهل العلم: الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا، قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. الطلاق البدعي له أربعة صور، الطلاق البدعي له أربعة صور، وهو أن يطلقها في حيض. من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك فهذا طلاق بدعي محرم. الثاني أن يطلقها في طهر مسها فيه، جامعها ثم بعد يومين طلقها قبل أن تحيض، هذا أيضا طلاق بدعي محرم. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يتلفظ بأكثر من تطليقة في جلسة واحدة، يقول طالق طالق، أو طالق بالثلاث، أو طالق بالثنتين، أو طالق بالأربع، أو طالق بالألف، المهم أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا أيضا طلاق بدعي. ومن الطلاق البدعي أيضا أن يطلقها في نفاسها، أن يطلقها في نفاسها. وبعض أهلهم يقول جائز، ولكن الأقرب أنه بدعي، يطلقها في الأصل يطلقها وهي طاهر. أما الطلاق السني فهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها حاملا أو حائلا. حائل يعني لم تمسها، أو حامل، لأن هنا ما في مشكلة. الإشكالية في الطلاق البدعي أنه يؤذي المرأة، لأنه يطيل عليها مدة العدة، يطيل عليها مدة العدة. أما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهت العدة، أو عندما تطهر من الحيض الثالث، على خلاف في هذه المسألة. لكن الشاهد من هذا أن الطلاق في استقبال العدة هو الطلاق السني. طيب، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل أباه أو أخبر أباه أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. إذا الذي يطلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع زوجته إن كان هناك مجال، يعني كانت الطلقة الأولى أو الثانية. لكن لو طلقها طلاقا بدعيا الطلقة الثالثة مثلا، طلقها الطلقة الثالثة، طلقها ثم عادها، ثم طلقها ثم عادها، ثم طلقها الثالثة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو نفاس، فهنا ليس له أن يراجعها. صحيح طلاق بدعي لكن لا يمكن أن يراجعها. لكن إذا كان عنده مجال كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية، فهنا قال كثير أنه يجب عليه أن يراجعها، لقول النبي لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي.